قبل في ساعة متأخرة من ليلة أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد الوفد الطبي الذي أنهى مهمته بموريتانيا. الوزير عبر عن فرحته للوفد الطبي ووعدهم برفع تقرير لرئيس الجمهورية. طارق دريدي رصد التالي. لا هذا التعاون هذا يا ثنائي بوسي وزابي بينيفيسي تخرجوا من العاصمة من شمال تشوفوا الناس كيفاش عايشين هي المحيط نتاعهم البيئة احتياجاتهم الوسائل اللي عندهم جي دو بون مو كور عمرتوا لي قلبي واش نقول لكم انا من الفضل لكم سي سيفو وهذه الشبيبه نتاع الجزائر هذا والمستقبل الجزائر هذه الجزائر اللي نحبوها وهذه الجزائر اللي نبنيوها ان شاء الله توت فاسون مو جو بو برومي كا بيان سور الحكومه نتاعنا و بيان سور الوزير الاول والسيد رئيس الجمهوريه ندير لهم تقرير ان شاء الله اي بوي بون انا مطمئن ان في المستقبل ان شاء الله يكونوا فيها بعثات هكذايا. كان الرول تاعنا يعني كنا في لاجيرونس لاجيرونس يعني وعاوننا خوتنا المواطنيين ويعني ودينا المهمه باكمل يعني كما نقول ميسيون اكومبلي. الحمد لله يعني ما لقينا خاوتنا تماك مواطنيين يعني ما حسينا باللي كنا يعني كاننا في بلد في بلدنا ما حسيناش وحنا غرباء. الحمد لله وصلنا بخير ان شاء الله بربي و لا ميسيون اكومبلي.